السياسي الكامل بكافة رموزه وأركانه، نظام بشخوصه ومنظومته القانونية والدستورية الفاسدة. المبادرة؟ هذا هدفنا نحن. والمبادرة تحققت؟ المبادرة لم تحقق. دعني أناقشك نجيب. نجيب، يعني أنت معترض على المجلس الوطني الانتقالي، المجلس الرئاسي الانتقالي، المجلس العسكري الانتقالي والقضائي. إذا ما تكلمنا عن النقاط الأساسية الأولى، يعني الناظمة، أن تكون هذه الساحة ناظمة للفعل الثوري المستقبلي، وأن تكون ضامنة للفعل الثوري ومرجعية. هذا 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 هنا إلى هنا عملي، يعني هنا المؤسسة يتعاطى مع الواقع. الناظمة والضامنة جزء عملي. نحن اللقاء المشترك لا نستطيع أن نتجاوزهم ونقول أنهم خلاص أنتم رحتم هناك. والتسوية دعني أنتقل لحمود. حمود، يعني هل تتوقع أنه هذه الساحات ولا الشباب في الساحات بمقدورهم أن يتجاوزوا هذه التسوية السياسية؟ أولا أعرج على ما تفضل وجهة نظر الجانبين. اللقاء المشترك قد يكون غطاء سياسي للثورة، ولكنه لا يحتكر العمل السياسي كما يقول الداعي الأخ نجيب السعدي. ونحن لنا العمل الثوري. إشكالية بأنه هذه القوى السياسية لماذا بقت حمود كانت جزء من في العمل السياسي؟ لأنه لعدم وجود كيانات قوية ومنظمة ولها علاقات داخلية وخارجية ثورية في الواقع. وهذه أسباب كثيرة، ضمنها غياب الطبقة المتوسطة وأشياء تعود إلى اجتماعية واقتصادية ومتداخلة كثيرة. حول سؤالك، يعني أنا سألت هل الواقع الثوري أو شباب الثورة بمقدورهم أن يتجاوزوا بأفكارهم ومشاريعهم التسوية السياسية، المبادرة الخليجية، حكومة الوفاق، اللجنة العسكرية؟ أولا حكومة الوفاق هي تعبر عن أشخاص بقوا عليها، حتى الأحزاب السياسية كقوة. أنا أتحدث مع قواعد كثير من الشباب يقول لك هي لا تعبر عنها ولن يخرجوا من. سؤالي ليس نهاية عن من تعبر، سؤالي هل بمقدوركم أنتم. نحن الموضوع صعب ومعقد، لا تقدر تؤكد أو تنفي. الموضوع أشبه بنزع فتيل سينفجر بك بأي وقت، فهو خطير للغاية للأمانة، لأنه عدم من هو؟ وجود ثقة. المبادرة والآلية، هل سيستطيع القوى التي تقف في صف الثورة أن تفرض الشراكة؟ هل سنجد في الأيام القادمة هذه الحكومة؟ هل ستستطيع أن تقدم الخدمات للمواطن؟ هل ستستطيع منع انتشار معالجة الاختلالات الأمنية ومنع هذه تساؤلات أنا على سؤالي الدول. هذا ما لا تستطيع أن تتنبأ به، ولا أنا أتحدى أي. لا أنت تحدثت يعني واعترضت على مثلا نجيب قال بأنه اللقاء المشترك عبارة عن غطاء سياسي للثورة، أنت اعترضت على هذه النقطة ليس كذلك؟ ليس هو إطار طيب. سياسي أوكي، رأيك لا يحتكر العمل السياسي. رأيك لك، لكن أنا لنعتبر أنه انخرط اللقاء المشترك انخرط في العمل السياسي. نحن نتركه في انخراطه للعمل السياسي، ويظل لنا العمل الفعل الثوري. طيب نجيب، لنعتبر اللقاء المشترك مكون من مكونات الثورة، هل بمقدوركم تجاوز هذا المكون بتسويته السياسية وقد دخل بهذه التسوية في العمق، يعني تشكيل الحكومة، الحكومة الآن باشرت أعمالها؟ اللقاء المشترك هو سيخوض تجربة. أنا أعتقد إذا هناك ضمانات دولية وإقليمية لعدم التلاعب بهذه المبادرة، وإن كانت الأيام الماضية أثبتت عكس ذلك. فإذا ما وصل اللقاء المشترك إلى قناعة بأنه هذا النظام لا ينفع معه حتى الشراكة، مع أنه حكومة الوفاق الوطني أو الشراكة هي أفضل ميزة الدولة المدنية، أنه لما من أجل التعايش والشراكة والعمل الجماعي في الوطن يتسع للجميع. لكن نحن كشباب ثورة لدينا تحفظ على بعض أعضاء في الحكومة من ينتمون للحزب الحاكم، وهم بعضهم متهمين بفساد مالي وإداري ويديهم ملطخات. سنأتي إلى هذه النقطة. اسمح لي حمود، ننتقل إلى محمد الصبري أمين اتحاد شباب الثورة وصاحب مشروع وثيقة المبادئ الأساسية للمرحلة القادمة. هل بالإمكان أن توجز لنا هذه، وإن كانت هي موجزة في هذا البروشور، لكن أوجزها أكثر؟ يعني بسم الله، أولا أحيي الجزيرة قناة الثورة، وأحيي الإخوة الحضور، كما أحيي الثوار في الساحات عموما. وأقول اتحاد شباب الثورة طرح هذه الوثيقة كخارطة الطريق، نفترض أو نعتبر أنها خارطة الطريق للمرحلة القادمة.
والوثيقة بدأت باعتبار أن التوقيع على المبادرة الخليجية مرحلة وبداية مرحلة. يعني أنتم استندتم على هذه الأرضية بأن التوقيع على المبادرة مرحلة مضت. التوقيع على المبادرة بداية يعني مرحلة ونهاية مرحلة، وهذا عمليا يعني إذا تكرمت محمد يعني الميكروفون يكون بشكل ثابت. ويمكن تلخيص مبادئ هذه الوثيقة على النحو التالي: المبدأ الأول أن أهداف الثورة ومطالبها كل لا يتجزأ، وبالتالي لا بد من تحققها جميعا، بداية بإسقاط النظام ونهاية ببناء الدولة المدنية التي تتحقق فيها المساواة والحرية لكافة أبناء الوطن. هذا يتعارض على أن تقول طيب يعني أنا لو قاطعك يعني هذا يتعارض يعني مع المبادرة لا تهيئ هذه الأرضية. المبدأ الأول نعم، لماذا يعني أهداف الثورة تعني فعل ثوري متكامل لإسقاط النظام بكل رموزه. نحن هنا طبعا نحن لا نقول أننا سنلغي المؤتمر ونقصف المؤتمر وإلى آخره، لا. طيب عادل ما وجه الاعتراض؟ نسقط نظام عائلي استحل كل شيء بما فيها المؤتمر. طيب ما وجه الاعتراض عندما يقول لك المبدأ الأول أهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة؟ يعني على ماذا تعترض؟ أنا أتفق معه على هذا الشيء، لكن لا تكون المبادرة الخليجية هي الأرضية التي ننطلق عليها. لماذا؟ المبادرة الخليجية بتعمل بتسوية سياسية وأعطت صلاحيات، نحن نتكلم عن صلاحيات موجودة مع ما يسمى بالرئيس بالإنابة. طيب هذا واقع عادل، يعني هذا واقع الآن، هذا الواقع الذي نتحدث عنه، أنه الفعل السياسي طغى على الفعل الثوري من قبل القوى السياسية الموجودة التي كانت موجودة من قبل الثورة، وهذه الميزة التي نقول عليها أنها كانت موجودة خلافا على ما هو في الدول الأخرى العربية في الربيع العربي. هنا وجود أحزاب قوية موجودة، لكن طغى الفعل السياسي على الفعل الثوري. ونحن نتحدث مع شركاء عديدون هنا في الساحة، التقينا مع أخوة في جميع الأحزاب، ونحن نتحدث عن هذا الواقع. طيب هذا الواقع يتحدث على أنه الفعل السياسي طغى على الفعل الثوري، وفي مرحلة من المراحل تم الإعلان بالنسبة للأخوة في اللقاء المشترك عن موت المبادرة الخليجية، ثم عادوا نتيجة بعثت أخي عادل المبادرة وها هي حية ترزق. نعم بعثت لتسوية سياسية كونه لا ينظر الآن يبحث عن والمجتمع الدولي يدعمها ويرعاها ويتبناها. تمام، أنا معك، المجتمع الدولي لأنه لا يدرك أن هنا طاقة الشعب الذي خرجوا، وفي دولة يعني نؤكد على الحكمة اللي موجودة في خروج الشعب هذا المسلح في سلمية في ثورة سلمية ويرفض إلى الآن حمل السلاح. طيب. وقفنا ضد هذا المشروع بكل موطن. نتيح الفرصة لمحمد أكمل إجابات في السياق. طيب. في سياق التلخيص عن هذه التساؤلات التي يضعها. تفضل. المبدأ الثاني التوائم بين الفعل الثوري السلمي والعمل السياسي. نحن نفترض أن العمل الثوري رافعة للعمل السياسي، لأنه ليس هناك ثورة في التاريخ ليست لها مظلة سياسية، وبالتالي نعتبر أن الفعل الثوري رافعة للعمل السياسي، وهذه قضية يعني ما أعتقد أنها من البديهيات. يعني العمل السياسي ضرورة من ضرورات أي عمل ثوري في التاريخ. هذه مشاريعنا الآن. طيب المبدأ الثالث اعتماد منهج الحوار البناء بدلا عن سياسة الإقصاء التي مارسها النظام على مدار 33 سنة. وأنت وهذا الإقصاء هو الذي أوصل الناس إلى هذه المرحلة وأنزل الناس إلى الميادين وحرك الجماهير لتخرج بهذه الثورة. تتوقع بأن هذا المبدأ يعني بأن أطراف العمل الثوري ومكونات الثورة هنا لن تنتهج منهج الإقصاء إطلاقا والهد؟ هذا ما ندعو إليه. دعوة تفضل حمود. يعني عفوا أنا أعرج هنا ليس بلغات إنه الإقصاء والاتهام، في سببين. أولا كان هناك إقصاء، الشيء الثاني بأنه الكوينات
الشبابيه المستقله القتلات الصغيره لم يكن لدى الشباب موجودين في الساحه ويمارسوا العمل الثوري قد ربما يكونوا اكثر من غيرهم في مختلف اشكاله ابتداء في المسيرات والتظاهرات وفي العمل داخل الساحه، ولكن ليس لدى هذه المكونات الشبابيه المستقله والتي قد ربما تكون هي مطلعة على الثورة ليس لديها تجربة وخبرة في التواصل والعلاقات مع الهيئات والمنظمات ومراكز القوى في الداخل والخارج، فوجدنا هنا نوع من الإقصاء. هذا النوع من الإقصاء من قبل من؟ من قبل من؟ الإقصاء فرضه الواقع ومن قبل حتى قيادة الأحزاب يعني، فتجد بأنه إقصاء لم يكن لا نريد أن نقول متعمد أو شيء، ولكن وجدنا أنفسنا مغيبين للأمانة. يعني على سبيل المثال مغيبين عن ماذا إذا سمحت بس عن المشهد السياسي، عن التكوينات الثورية الكبيرة، وجدنا أنفسنا في عمل صغير. الآن أجمل ما في الثورة أنها انضجت، استطاع الشباب بعد أشهر أن يتكيفوا، يبدأوا يفتحوا قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني، مع أحزاب السياسية، بدء تأسيس نواة لعمل إيجابي أكثر إيجابيا. يعني أنتم كشباب بحاجة ماسة لهذا المبدأ؟ لم نجد هذه القوى أن تشاهدنا وأن تقف معنا بالأجل أن بحاجة أن تجمعوا على هذا المبدأ؟ ما زلنا بحاجة. يعني على سبيل المثال هناك لجان ستخصص للتشاور مع الشباب كما يقولون ولإقناعهم مش بغض النظر، أنا ما يهمني المبادرة الخليجية، في هناك في أشياء طيب. في الدستور أعتقد أن نعود للآخر، لحظة أكمل. فهذه اللجان أخشى أن يكون الإنسان يشاور نفسه، يعني أخشى من قيادات السياسية أن تنزل إلى قواعدها، لأنها هي التي تراها في الصورة لا ترى غيرها، فبالتالي يجب إعادة النظر في الرؤية إلى المكونات في الساحة من أجل يكون هناك تنوع، وحتى لا يتكرر العمل الإقصائي الذي مارسه علي عبد الله صالح بعد طيب. اليوم يعني أن الأخ متفق معنا في هذه في هذا المبدأ اعتماد منهج الحوار ابتداء يعني بدلا عن سياسة الإقصاء والهدم. المبدأ الرابع الانتقال من الشراكة في التغيير إلى الشراكة في البناء والتطوير. هذا مبدأ على ما أعتقد لا يختلف عليه أحد يعني. طيب. يعني هو موجه لكل المكونات الثورية والمكونات السياسية والمكونات المجتمع المدني، كل الذين ساهموا في الثورة وحتى المؤتمر الشعبي العام. يعني أنتم تدعون من خلال هذا المبدأ إلى دعم حكومة الوفاق الوطني وإلى السير قدما في بناء الوطن. مش بهذا المفهوم، لكننا ندعو. ما المانع؟ ما المانع؟ ما المانع؟ لا ليس هناك مانع، لكننا نقول بأن الانتقال من الشراكة الذين ساهموا في الثورة جميعا ينبغي أن يساهموا جميعا في بناء الوطن، وحتى المؤتمر يعني لا مانع أن يكون الأيادي النظيفة والنزيهين من المؤتمر وهم موجودون في المؤتمر بلا شك، أن يكونوا أيضا في طليعة حتى من يساهم في بناء اليمن، لأن اليمن يتسع للجميع نفترض. طيب. على هذا ننتقل إلى المبدأ الذي يلي. المبدأ الخامس الاتفاق على الأهداف، على الأهداف والقبول بالتنوع والتباين في الوسائل. قد الناس متباينون، قد يتباينوا في الوسائل ويتباين، لكن أن نتباين ونختلف في الأهداف محمد. المرحلة القادمة أو المرحلة الحالية يطغى عليها الوسائل والرؤى السياسية، وإذا ما ظل الفعل الثوري في زخمه والتصعيد الذي تقولون عنه يعني أكيد سيعوق وسيحول دون تحقيق أهداف الحكومة وبرنامج الحكومة والمضي قدما في بناء الوطن. احنا نقول هكذا، ان الاتفاق على الأهداف، التنوع والاختلاف الوسائل كما ذكرت لا إشكال فيه، والبشر جميعا مختلفون في الوسائل، لكن ان نقول طيب بأن اعطيها الميكروفون ملاحظتك عادل هنا. المبدأ اللي تم مع انه الاخ محمد عنه. التزم السكوت ولم يعطي ملاحظة عليه. نعم، لكن غير واضح عند الحديث عن موضوع الانتقال من الشراكة الى التغيير الى الشراكة في البناء والتطوير. هذا نحن نتحدث عنه في ظل مبادرة غير صالح، لانه سيأخرنا في العمل على البناء والتطوير الى مراحل عديدة في ظل وجود صراع سياسي. نحن في الثورة نريد القضاء على هذا الصراع السياسي والبدء في مرحلة، لذلك نقول الفعل الثوري يقوم وبعد ذلك الفعل السياسي، حتى
نستطيع أن نقوم بعملية البناء والتطوير. نحن لن نلغي المؤتمر، نتكلمنا، سيكون موجودين معنا في مرحلة البناء، ولكن في ظل سياسة عادل الشرعية الثورية. الفلسطينيون يرفضون، يعني لا يعترفون، مثلا مثال يعني بدولة إسرائيل، لكنهم يتعاملون معها كواقع، وأنت يعني أقل شيء لا تعترفوا بالمبادرة لكن تعاملوا معها كواقع. وهذا الواقع، هذا الواقع يجتز من الأراضي الفلسطينية. لا خلينا هنا في اليمن، ونحن هنا أيضا نحن كفعل ثوري نريد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة. هذه ليست منظومة عادية، منظومة فاسدة فاشلة إداريا وإنسانيا وإلى آخره. لذلك نحن نقول نحن المؤتمر سيكون شريك في البناء والتطوير فقط في ظل الشرعية الثورية وليس في ظل تقاسم سياسي. تمام، لن يؤدي بناء إلا سوى التأخير وما إلى ذلك مما سيترتب عليه في ظل الصراع السياسي الموجود. لكن الشرعية التوافقية هي الواقع اليوم، يعني هذه لابد أن تتوافق. شرعية توافقية بينظر لها السياسيون الكبار المخضرمين الذين يعتقدون أنهم هم أبو السياسة، لا يدركون أن الشباب وهم 70% من مكون هذا المجتمع قادرين على الخوض السياسي والبناء السياسي، ولدينا أكثر من رؤى وستخرج مشاريع كبيرة وعظيمة، لكن نريدهم أن ينظروا لها بعين حقيقية وليس برؤيتهم الضيقة. أريد أن أقول حاجة. طبعا الوثيقة هذه التي بين أيدينا هي وثيقة موجهة لتوجيه رأي عام في إطار القبول بالمبادرة وبالعمل الموجود، وهي منساقة تماما في 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 في, في طريق اللقاء المشترك. يعني تتعاطى مع اللقاء المشترك إيجابيا، تتعاطى مع اللقاء المشترك مع الحكومة مدعومة من الحكومة من باس دول. لا مش شرط ليس شرط. طيب. طبعا الذي يريد أن أقوله أنه يجب يفهم اللقاء المشترك كما فهم النظام سابقا بأن الناس عندما خرجوا يريدون شيء، هدف سامي وكبير، وهو دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن أجل هذه الدولة يجب أن يسقط النظام. والناس خرجوا لرغبة وتغيرت أفكارهم مفاهيمهم، الشعب كامل سواء أعضاء أو قواعد اللقاء المشترك أو غيرهم. فاللقاء المشترك إذا عندما دخل في هذه العملية السياسية، إذا ظن بأنه سيستطيع أن يوجه الرأي العام ورأي أفراده في وجهة معينة وسيكتفي بالثورة بتقاسم السلطة، فأعتقد أنه واهم وستكون. لماذا تنظرون إليه التقاسم؟ يعني حتى لا تقاسم لا المصطلح لا لا هو توافق. تقاسم إلى الآن تقاسم، لم نعمل شيء. يعني المشترك خطف الثورة؟ لا نقول خطف الثورة، هو شريكنا. طيب. ولا سرقها. لا خلينا نكمل. خلينا بعيد عن الموضوع. خلينا نكمل. طبعا أنا أريد أن أتكلم وأريد أن أوجه كلامي هذا كلمة للأستاذ محمد سالم باسندوة. الله يسمعك. يسمع إن شاء الله. طبعا نزل في شهر 5 هنا وقت الظهر هو والشيخ صادق الأحمر، ومسكت بيده وهو في الشارع وقلت له يا أستاذ محمد الثورة أمانة في عنقك. قال لي الله المستعان يا ابني. قلت له تعاهد الله ألا تخون الثورة؟ قال عاهد الله ألا تساوموا بدماء الشهداء؟ قالوا ألا نساوم بدماء الشهداء. هذا عهد منك؟ قال هذا عهد. أنا أريد أسأله سؤال. تفضل. التوقيع على المبادرة الخليجية ألا يعتبر مساومة على دماء الشهداء؟ أين دماء الشهداء؟ أريد أسأل سؤال، أين دماء الشهداء من المبادرة الخليجية؟ أين دماء الشهداء؟ إن شاء الله نسمع إجابة من محمد سالم باسندوة قريبا. لا موجهة للأستاذ محمد سالم باسندوة طبعا، ولا القضية ترجع إلى أرجو أن تكمل المبادئ بشكل مختصر أخي، بشكل مختصر حتى ننتقل للمحور. نحن كما ذكرت قلنا بأن هذا مشروع مطروح لكافة المكونات الثورية في يعني الساحات، قابل للنقاش والإدراء، قابل للنقاش، ولدينا آلية لعرضها على كافة المكونات وإضافة يعني ما يستحق الإضافة أو الحذف أو التعديل. وبالتالي نحن نضع مشروع نرجو أن يتوافق عليه الجميع ليكون خارطة الطريق للمرحلة القادمة. يعني نحن لا نقول بأن هذه تمثل فلان أو زعطان أو الحزب طيب الفلاني. أكمل المبادئ إذا تكرمت بشكل المبدأ سريع. المبدأ السادس تقديم المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية. وأعتقد هذا مبدأ يتفق عليه واضح الجميع. واضح محمد. المبدأ الذي يلي المبدأ السابع أولوية بناء الثقة المتبادلة
على عملية النقد والتجريح، وهذا يحتاج إلى جهد يبدو لي كبير. أي لا شك. المبدأ الثامن تعميق ثقافة المساءلة والشفافية وسيادة القانون بدل هذه الوسائل التي غرسها النظام وبنى منظومتها السياسية على التعامل بها من في 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 33 سنة من عمر الإنسان اليمني. المبدأ التاسع المؤسسة العسكرية والأمنية مؤسسة وطنية لكنها أيضا تسهم في البناء والتنمية بحيث لا تكون لمصلحة أسرة كما هو حاصل ولا لمصلحة محمد حزب وإلى آخر. يبدو لي على أنه هذه المبادئ فعلا يعني وإن كانت بصورة غير مباشرة هي داعمة للحكومة وداعمة للتوجه نحو التسوية السياسية وإن بشكل غير مباشر. وجهة نظر الاتحاد ومطروحة كما ذكرت لكافة المكونات. طيب حمود هل لديك ملاحظة؟ أولا اسمح لي بأنه أنا أعبر أنه من عظمة الثورة أن تجد شعارات ومبادئ ورؤى. أصبح الشعب كان في السابق لدينا نخبة ونخبة مضروبة أو تقليدية أو مزيفة أو قاصرة أو جبانة، هذا ما نقول قبل ربيع الثورات العربية بما فيها اليمن. وكنا نتساءل لماذا لا تقوم النخبة، هي المفروض أن تؤثر في المجتمع، ولكن ربيع الثورات العربية أثبت لأن الشعوب هي التي ستغير النخب، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. أجد أنه كما يقول أخي عبد الرحمن زميلي عبد الرحمن الحميدي بأنه الثورة جعلت أمي وأمك وأمهات الجميع لديهم وعي كوعي طلاب الجامعة خريجي جامعات العلوم ذا خريجي العلوم السياسية. فهؤلاء النقاط تبقى شعاراتنا سلم في اليوم عشرات المشاريع والرؤى والأهداف. أي ظاهرة صحية، وهذه ظاهرة صحية، ولكن يبقى هناك في كثير من الرؤى تكون أكثر تفصيلا وفيها آليات تنفيذية طيب. أو تتناول جزئية، وهذه تكون أكثر وضوحا. أما هذه غير توضح. أحب أن أعرج هنا المبادئ تقديم المصلحة الوطنية العليا على مصالح الحزبية والشخصية. فأنا أتمنى أن يضاف الإنسان، لأنه ما هي المصالح الوطنية العليا إذا كان المواطن سيعاني، إذا كان سيجلد المواطن على حساب مصالح الوطنية العليا. هذا شعار مطاطي يريدنا وما زلنا نجلد دائما. إذا كان انتقد خطأ قال المصلحة الوطنية العليا، لا يجب شخ العصا. ما هو المصالح الوطنية العليا؟ فيجب أن تتغير حتى اللغة والكتابة الأهداف وبتغير الواقع. أنتقل إلى عادل. عادل هذه الوثيقة التي لخصتها يعني هل سوقتوها، هل سوقت هذه الوثيقة وهذه الأفكار؟ نحن الآن في هذا الطريق ولدينا أيضا عدة مشاريع. سوقت على من؟ على من؟ عرضت على من؟ على مجموعة يعني من المكونات الموجودة في الساحة. يعني الآن نعد برامج خارج الساحة. عرضت خارج الساحة على من؟ يعني في سواء داخل اليمن أو خارج اليمن من المستقلين. نحن ندعو الآن كافة الأطياف اللي موجودة سواء في الداخل أو الخارج إلى العمل الآن إلى تفعيل الفعل الثوري وما يليه من فعل السياسي من تكوين. هذا الكلام أيضا ما قدمه الأخوة. عرضت على منظمات، على هيئات دبلوماسية. نعم. على من؟ تم عرضه على عندما تم طلب مننا. ما البديل؟ ما هو البديل؟ من طلب منكم هذا؟ من المكتبة الأمم المتحدة. عندما تم سؤالنا ما هو البديل تم تقديم مشروع وتحدثنا عن وجود عدة مشاريع موجودة في الساحة. يعني أنتم قدمتم مشروع للأمم المتحدة؟ نعم. والسفارات؟ والسفارات الاتحاد الأوروبي وغيرها. طيب عادل يعني دعني أسألك في هذه النقطة سؤال. الثورة خرجت يعني لتعيد لليمن استقلاليتها، لتحفظ القرار. أنتم عندما تتواصلون مع المنظمات الخارجية والسفارات تواصلنا كمجتمع غير لسنا معزولين عن الخارج. لكن هذه الأفكار، هذه الأفكار هل تعني الخارج أن يوافق عليها؟ يعني حتى هذه الأفكار لابد أن يوافق عليها الخارج؟ لابد أن نوافق. إذا تحركنا جميعا سيوافقون. طيب أليس هذا أخي نجيب انتقاص من سيادة البلد ومن الاعتزاز بالبلد؟ يعني أن نلجأ الجميع للأحزاب السياسية ترفض التدخل الخارجي. الشباب هنا يتكلمون يرفضون التدخل الخارجي. الأحزاب السياسية كيف تفسر عرض هذه الأفكار؟ أولا إذا لم تخرج الثورة اليمنية بتحرير القرار السياسي اليمن من أي تدخل فهي ليست ثورة.
إذا ظللنا مرتهنين للخارج بالذات للجار المملكة عندما تقدم لك يعني مبادرة من الخارج لا غير لا لا أنك تقدم أنت مبادرتك أو فعلك السياسي أخ عادل، لكن مع ذلك الأمم المتحدة هي حق الناس كلهم. الأمم المتحدة يعني ليس في ذلك ارتهان للخارج؟ لا الأمم المتحدة بالنسبة للسفارات، لا السفارات ارتهان للخارج، لكن لكن الأمم المتحدة أعتقد أنه ليس ارتهان للخارج، وإنما هي كلنا جزء من هذا المجتمع الجماعة. قولك أن الأحزاب السياسية ترفض التدخل الخارجي، أعتقد هذا كلام غير منطقي وغير صالح، لأنهم ذهبوا للسعودية واستقدوا الدول ويدنادوا أمريكا ويناشدوا مبادرة استقدوا الخارج ليتدخل بالداخل أو هم يستقون بالخارج. استقدوا الكل الطرفين سواء الطرف النظام والطرف اللقاء. الأحزاب تبرر تقول بأنه علي عبد الله صالح هو من أتى بالخارج، هو من طلب المبادرة الخليجية، هو من طلب الأمم المتحدة أن تتدخل، فهم تعاطوا مع هذا التدخل. سيدي علي عبد الله صالح كان يعني سيفعل بكل ما وسعه، وأنت يجب أن تفعل تكون تستطيع أن توقفه عند حده. أنت كان لديك شارع تحرك شارع وتستطيع أن توقف علي عبد الله صالح. طيب دعني أسأل محمد، تفضل تفضل. الشارع كان قبل جمعة الكرامة كان قادر مسيطر على كل شيء. فعندما تدخلت المملكة وكان علي عبد الله صالح قدم كل التنازلات إلى تاريخ 18/3 الذي يوم جمعة الكرامة، عندما قدمت دول الخليج المبادرة الخليجية بتاريخ 3 إبريل بدأ علي عبد الله صالح يعني يعطينا ظهره، يعطي الشعب ظهره وخلاص وانتهى. الأحزاب اللقاء المشترك عندما جارته في الحوار هي أتاحت فرصة للخارج بالتدخل. عموما كنا نتمنى من أنهم يتركوا لا يفرضوا وصاية على الثورة اللقاء المشترك. نحن الآن لا نتباكى على ما تم ولا نخطئ ولا نقول نعاتب على الناس، طيب لكن نقول لهم من الآن صاعدا يجب أن يكونوا يفهموا واقعنا، فإذا لم يتقدموا بمواقفهم سيتقادموا، وإذا لم يفهموا بأن الشعب اليمني قد وعى أعتقد أنهم سيكونوا من مخلفة الزمن. طيب أنتم أنت تعيب على الأحزاب السياسية بأنها تعاطت مع الخارج، فكيف بكم أنتم كشباب يعني تقدمون مثل هذه الأفكار للسفارات والهيئات الدبلوماسية؟ يعني أنا عادل أول حاجة الأخ عادل لا أعلم بأنه يختلف قدموا للسفارات وأرفض يختلف. أنا التواصل مع أي سفارة. طيب يعني عادل أنت ما المبرر؟ يتم تقديمه من السفارات ومن الجهات الأخرى إلينا كفرد كالمبادرة الخليجية، ما بين عندما يتم سؤالنا هل أنتم خرجتم غوغاء لمجرد تقليد أم عندكم مشاريع؟ طيب عندك وسائل إعلامية ممكن تنشر هذه الأفكار ويطلع عليها الجميع؟ الآن نحن نطلع، نحن نشرناها في مواقعنا الإلكترونية، تم نشرها وتم تقديمها عندما طلبت. هل لديكم إذا المبادرة الخليجية رافضينها هل لديكم بديل؟ نعم لدينا بديل، ولدينا بدائل مش إلا بديل واحد، وهذا كجزء من الحضارة وجزء من التعامل مع الآخر سواء كان في الداخل أو الخارج، فقط في رؤيتنا نحن وليس في رؤيتهم هم. أنا لن أرد، سأترك الشباب هم من يرد، لكن دعني أنتقل إلى محمد. الأخ عرضت الوثيقة وتم عرضها من قبل فريق العمل على بعض الهيئات الدبلوماسية الأوروبية، أنتم على من؟ دول الخليج أو اتجهتم القرن الأفريقي؟ عرضناها على الشاحة. على من؟ على الشاحة، ونفذنا فعالية حضرتك. يعني لم تتواصلوا مع أي هيئة دبلوماسية أو سفارة؟ لم نتواصل إلى مع الهيئات الدبلوماسية ولا لكن لدينا برنامج حقيقة أم هروبا من الانتقاد؟ يعني لا يعني أنا أقول حقيقة، نحن لدينا برنامج للتواصل مع منظمات المجتمع المدني اليمني والتواصل مع كافة المكونات الثورية داخل الشاحة والشاحات على مستوى الجمهورية عموما، وسننفذ إن شاء الله ورشات ندعو فيها سياسيين ومثقفين وأكاديميين لإثراء هذه الوثيقة وهذا المشروع حتى يخرج اللي يمثل أكبر شريحة ممكنة، لأن اتفاق الناس هذا غير وارد، لكن ليمثل أكبر شريحة ممكنة من الثوار والساحات داخل الجمهورية. وأقول بأن الساحات عندما تخرج منها مثل هذه الرؤى
الدليل فعلا ان هذه ساحات تفكر بعقلية ناضجة وبعقلية محمد، لكن يبدو انكم مدعومين يعني طباعة فاخرة ولا يعني، بينما الاخوة ما زالت في اوراق عادية يمكن ما قد طبعوها شبس يعني. الاخ مدعوم الشغارات قبل ما لا انكر بانه لا انكر بانه هناك قوى وتكتلات لديها دعم لوجستي، وهي التي من اين هذا الدعم اللوجستي؟ من قبل احزاب وقوى وبعض رجال اعمال وكذا، وهناك قوات بعض الحركات والتكتلات او بعض الافراد يعني لا يجدون يعني في، وهذه طبيعه الحياه يعني بحسب الامكانيات، وليس عيبا ان يكون لدى الاتحاد اتحاد شباب الثوره امكانيات مهوله، لا كونه معظم اعضائه قواعده من الاعضاء، بينما تجد الاتحاد العام لشباب الثوره اليمني قد ربما يعجز في خيمه، ولكننا كلنا شركاء بالثوره يعني ونعمل جميعا. اتحاد شباب الثوره اعضاؤهم من ينتمون من اي فئات؟ منه الاصلاح، وهو كان معظم اعضاء يعني فئات المجتمع المختلفه، وهذا شيء جميل فيه مستقلين، ولكن معظم قواعده ومنظريه ينتمون للاصلاح، وهو الخيار او التفريخ الثاني للمنسقيه العليا لشباب الثوره، وهذا شيء لا يستطيع احد ان ينكر او يزايد عليه، وليس موضوع وليس جريمه وليس موضوع للنقاش. اما بالنسبه لعرض السفارات فهذا موضوع هو نوع من العمل السياسي، انت جزء من اهم شيء لا يفرض عليك العالم، نحن نقول للعالم اليوم، انا اعتقد بانه الاستاذه توكل كرمان استطاعت ان تنقل للعالم خلال كلمتها ما هي الرساله التي يحملها شباب الثوره والثوار في اليمن، من خلال كلمتها كنت ارى شباب الثوره هم الذين يتحدثون وليس فرد توكل كرمان، نساء اليمن، اليمن مثلت الثوره بكلمتها افضل تمثيل، وليس عيب ان يقوم هناك اي مكون ان يلقي ان يتواصل مع منظمات المجتمع المدني ومع الهيئات الدول المدنيه ومع العالم. لغه التآمر هذه نعتقد كذلك ساعدت في الاستبداد الداخل، فانه هذا يتعامل مع منظمه دوليه، هذا يتعامل مع السفاره، ما اصحابنا باعوا كل شيء للسفاره. من نحن على الاقل النظام السابق. انا طيب انتم ثرتم حمود، انتم ثرتم ضد النظام السابق لانه باع كل شيء ورهن القرار اليمني للخارج يعني، فما بالك هل ثورتنا معناته الله تقبل الاخر وتطرد السفارات؟ ليس، انا ستقول اننا اقدم مبادره او رؤيه، عندما اقدم رؤيه للسفاره فهي ليس الفرض، هو لم يطلب مني شيء. ارجو ان تسمعني يعطي فرصه لنجيب. المفترض ان احنا لا نرتهن للسفارات، السفارات مش معنى ان احنا نقاطع السفارات ان احنا ولا نقاطع العالم، لا، العالم احنا جزء منه نتعاطى مع السفارات، لكن لا نرتهن كما هو الحاصل الان. أنا أعطي بس ملاحظة، من بداية الثورة نحن رفضنا اللقاء مع أي سفارة وما إلى ذلك، كوننا خرجنا بفعل ثوري في البداية، والآن بدأنا في مرحلة أخرى للانتقال إلى الفعل السياسي في ظل الفعل الثوري. في هذا الإطار عندما طلب، هناك أسئلة عديدة من المجتمعات التي سنظل نتعامل معها، هل لدي